نرجع منقلكم صباح الخير مشاهدينا بلقائنا التالي رح نكون عبر تطبيق زوم مع دكتور محمد شحاتي مسؤول الشباب بالتيار الوطني الحر بروسيا، كمان حتى نحكي أكثر عن وضع الطلاب اللبنانية بأوكرانيا وشو عم بينعمل كرمال يساعدون. صباح الخير دكتور، يعطيك ألف عافية. صباح الخير إليك وللمشاهدين. لما بدنا نحكي أكيد عن الوضع والأزمة يلي هي قائمة بين روسيا وأوكرانيا، خبرنا بشكل عام كيف عم بتكونوا عم تتواصلوا مع الشباب اللبنانية والطلاب اللبنانية بأوكرانيا، بالبداية كيف وضعهم ولأي درجة عم بيقدروا يخلوا أوكرانيا ولوين عم بيتوجهوا؟ تمام. بسبب الحرب الدائرة ما بين موسكو وكييف وخطورة الأوضاع في أوكرانيا على الجالية اللبنانية ولا سيما الطلاب يعني بشكل عام، وبصفتي ممثل قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في روسيا وبتوجيهات من معالي الوزير باسيل، لقد عملنا على انشاء خليه ازمه. هيدي الخليه الازمه يعني بتضل على شكل متواصل بين اوكرانيا موسكو، يعني اوكرانيا بشكل عام كييف وخاركوف اهم شيء اهم مدن، لانه هي الاحداث كلها اللي عم تصير بكييف وخاركوف، وتواصلا مع موسكو بولندا ورومان، بالتعاون مع الدكتور إلي حنا مسؤول قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر، ومنوجه له تحية كتير كبيرة لأنه هو يعني بسببه وبجهده عمل جهد كتير قوي لنجحت عمل الخلية. وبالطبع تواصلنا مع الخارجية اللبنانية وأبدت تعاون كتير كبير واستعدت لدعمنا وللعمل معنا، بالإضافة إلى دورة الكبير في حل أزمة الطلاب، استطعنا تأمين وصول عدد كبير من الطلاب إلى الحدود الرومانية والبولندية. شو عم بيصير على الحدود بشكل عام؟ هل عم بيكون في، كنا قبل شوي عم نحكي بالموضوع، هل في نوع من عنصرية معينة لدخول أي طالب لبناني حسب شكله حسب دينه؟ في هالمشاكل عم بيعانوا منها الشباب والطلاب؟ لحد هلا انه تقريبا عم نتواصل مع كل الطلاب اللي عم تتواصل معنا بين حدود اوكرانيا وبولندا واوكرانيا ورومانيا، مبدئيا ما في عنصريه وما في اي تعامل سيء معهم، ولكن في ضغط كثير قوي على الحدود. انت بتعرف انه العالم كله عم تفل من خاركوف من كييف او كل المدن الاوكرانيه اللي عم يصير فيها احداث، عم تفل على الحدود لحتى تمرق، عم يصير في كثير نطر على الحدود، يعني بيكون في اول شغله هن بفلوا تقريبا من مدنهم ل يعني بفلوا بالقطارات، وهيدي الطريقه الاكثر شيء امنه، يعني بيطلعوا بالقطارات طلعوا بالترام بيروحوا تقريبا لمدينه اسمها الفوف، بالفوف بينزلوا ممكن ياخذوا تكاسي ويطلعوا على الحدود البولنديه او الرومانيه، وفيهم كمان يروحوا بباص. هلا التكاسي اللي عم تاخذهم من الفوف للحدود البولنديه او الرومانيه، هيدي التكاسي بتوصلهم لنص الطريق وبتنزلهم، يعني بضل في 20 كيلومتر 30 كيلومتر لحتى عم يمشوهم ماشي. وفي اكيد في عجقه على الحدود البولنديه والرومانيه لانه في كمان كل العالم عم تنزح، بس يعني قد ما فينا نحن عملنا خليه الازمه وعم نتواصل على الجروبات وعم نقول مين عنده مشاكل لحتى يحكي معنا لحتى نسهل لهم امورهم، لانه كمان في ناسنا بدي حيي كمان نسيت حييهم مسؤول بولندا ومسؤول رومانيا جون ماري والدكتور جورج بولندا، عم يساعدوا كثير الطلاب لحتى لي مثلا رومانيا او بولندا او لوباتشيفسكي او مالدوف مقدمين مسكن للمهاجرين اللي عم يطلعوا من اوكرانيا، مقدمين مسكن ببلاش، يعني بياكلوا ببلاش، اكلهم ونومهم ببلاش، كل شيء ببلاش لفتره معينه تقريبا 15 يوم او 10 ايام. هي المشكله اكثر ماديه، هل هي بس مشكله يعني مشكله امن مادي؟ هل الطلاب عم يقدروا كمان هون اذا وصلوا على بولندا شو رح يصير فيهم من بعد وصولهم لبولندا؟ رح يرجعوا على لبنان؟ رح يضلوا هون؟ لا فات كثير طلاب على بولندا وعلى رومانيا وتواصلنا معهم وكله تمام عندهم، يعني حتى اخذوا المسكن حتى يعني قاعدين كل شيء كله تمام عندهم، وراحوا على دائره الجوازات اكيد لانه بدهم يخدموا على الباسبور
وفي اساسا في طياره اليوم على ما اظن، في طياره من رومانيا على لبنان وفيها طلعت الاسماء يلي موجوده بالطياره. يعني الطلاب كل امورهم ميسره باذن الله وما في خوف عليهم، ولكن الخوف على البعد باوكرانيا. عم نتواصل مع الجميع، كل حدا بعد باوكرانيا بليز. كمان ليه عم بيضلوا باوكرانيا؟ ما فيهم يظهروا ولا في شو عم بيصير؟ هن بده يضلوا؟ شو المشكله عم بتكون؟ مش هن اللي بدهم يضلوا، ولكن في مشكله صغيره، وهي انه في بعض الطلاب ما بتدرك الامور، انه ما بتعرف كيف بدها تفل، كيف بدها تتوجه، ونحن ما فينا 100%، ونحن ما عم نقدر نتواصل مع كل الطلاب، عم نتواصل مع القسم الاكبر منه. بتعرفي انت اوكرانيا منا صغيره، فيها 4000 لبناني، يعني حوالي 1800 طالب لبناني. 1800 كيف نحن بدنا نتواصل مع ال 1800؟ عم نتواصل مع عدد يعني كبير شوي، ولكن انه ما حفينا نتواصل مع الكل. فبطلب منك دكتور باسكال يبين رقمي عندك على الهواء، واي حدا موجود باوكرانيا على الان اي شيء بده مساعدات شو ما كانت انا بقدر ساعده. يعني على جروب خليه الازمه بنبعت رقمه واسمه وعلى اي حدود بده يروح، وهن بيستقبلوها هناك. يعني مسؤول الدوله اللي بده يروح لعنده بيستقبله. اكيد بنطلب من الجميع اذا في عندهم اي مشكله وحابين يتواصلوا معك فيهم يتصلوا فينا، لان رقمك ما بعتقد موجود بالريجي، واكيد نحن بنوصلهم فيك وبكون عم ينضاف على الجروب حتى تكونوا قد ما فيكم عم بتساعدوا. بشكل عام كل ما عم تكبر، يعني عم تكبر الازمه والطول، طبيعي في كمان مشاكل عم بتكون متواجده بالبلدان يلي عم بيوصلوا لها. كيف عم بيهتموا فيهم؟ باي طريقه؟ قد ايه مامن لهم امور معينه؟ وقد ايه انتم عليكم تامنوا لهم المسكن، المشرب، الشرب؟ اكيد كثير امور كمان يمكن حتى يرجع على لبنان. بعتقد في ازمه ماليه وماديه، بنعرف نحن دولار الطلابي وهالمشاكل الكتيرة يلي حكينا وسبق حكينا فيها قبل. هلا اكيد كمان برومانيا في صاحب اوتيلات فينيسيا، يعني هو المقرب المسكن لجميع الطلاب اللي عم تروح على رومانيا. بولندا كمان بشكل عام. هلا بالنسبه للازمه الماليه عند بعض الطلاب، في كثير طلاب ما معهم مصاري حتى يطلعوا، ولكن هلا اللي عم يصير باوكرانيا عم يصير بشكل غير نظامي. يعني الجميع، كل مثلا انا بمدينه خاركوف لنفترض، بنزل على الفاكزال مطرح ما متواجد القطار او الترين وبطلع فيه بدون مصاري حتى. يعني العالم عم تدفش تطلع بغير انتظام، يعني حتى حجز تيكت او بلا تيكت العالم كلها عم تطلع على القطار وعم توصل على الفوف. بالفوف العالم عم تطلب تكاسي لحتى تروح على الحدود. كمان في من الفوف في كمان قطارات او في باصات، بس الامن امن شيء يعني يطلعوا من مدنهم كل الطلاب. وانا بناشد لكل الطلاب الموجوده بعد باوكرانيا او العلقانه تقرب على اقرب ملجا عنده وتنزل على القطارات، تطلع بالقطارات وتروح على الفوف. من الفوف كل امورهم محلوله، اهم شيء يطلعوا من مدنهم. يعني خاركوف فيها عدد كبير طلاب، والحمد لله يعني امبارح اليوم صباحا يعني وصلت اول، يعني وصلت اخر دفعه من خاركوف، بس عم نتواصل لنشوف بعد حدا بخاركوف. ما حدا تقريبا، يعني كل العالم طلعت من خاركوف، لانه الخاركوف الوضع سيء فيها شوي اخر هالايام. على الحدود البولنديه عم بينقال انه الاسم اذا ما كان محطوط على الليست مش عم بيقدروا يفوتوا، وبعتقد هيدا شيء نظامي وما بعرف لاي درجه كمان لازم يكون في مناشده انه الكل يحط اسمه تما يصير في هيدي المشاكل. نحن شو عم بتصير المشكله؟ ما في تواصل حتى ينوضعوا هالاسماء كلها تما يصير في هيدي المشكله ويعتبروها انه ما بعرف يرجعوا يروحوا على، يمكن يضلوا بأرضهم، ما بعرف شو عم بيصير معهم إذا عم يرجعوا يخلوهم يدخلوا. في عالم عم تروح على بولندا لقوة الضغط على الحدود البولندية والإشياء اللي عم تصير على الحدود البولندية. في عالم كتير، في عالم علقة بسياراتها، في عالم يعني في مثلا كنت عم بتواصل مع أحد الطلاب على الحدود البولندية، في تقريبا صف سيارات تقريبا ماشي بدك تمشي بدك شي 3 4 ساعات او 5 ساعات. يعني عالم عم تكون بشكل غير منتظم وبشكل بس بدها تهرب من اوكرانيا. في عالم عم تروح على الحدود البولنديه، بتوصل على الحدود البولنديه، بترجع من الحدود البولنديه بتاخذ تاكسي او اي شيء وبتروح على الحدود الرومانيه.
كرمال هيدا التفادي نحن والاصطدام وما نفوت يعني بمشاكل، نحن عم نطرح عليهم للطلاب يعني، وانا اللي عم بتواصل معهم عم اقول لهم اي حدا بده يروح مثلا على الحدود البولنديه اكيد ما عم يروح شخص، عم تروح مجموعات يعني كل مجموعه لا تقل عن 10 اشخاص او 10 طلاب. عم نقول لهم العشرة اللي بدهم يروح بعثوا لنا اسماءكم وارقام تليفوناتكم، ومسؤول بولندا بيتواصل معكم، مسؤول بولندا عنده علاقته الخاصه بيتواصل مع السفاره مع الدوله البولنديه ما بعرف، بس انه هو اللي بيقدر يدخلهم. ونحن عم نساعد هيك الطلاب، في طلاب ممكن على التوتر على الخوف ما عم تقدر تجاوبنا ممكن، وفي طلاب عم تتجاوب معنا ودغري يمشي حالها. فانا برجع بنشط مره ثانيه وثالثه، وجميع الطلاب اي حدا عنده مشكله او على حدود او بعده بمدينته او جميع او من احد من طلاب خاركوف موجود بعده بخاركوف يتواصل معي على رقمي لحتى لي ننهي له قصته لحتى لي نساعده. في طلاب باعمار صغيره متجوزين من أوكرانية او حصلوا على جنسيه مجبورين بشكل عام انه يكونوا مثلا ممنوع يظهروا حتى ممكن يحاربوا، في عندكم هيدي المشكله ولا الطلاب كلها بعدها باعمار صغيره وما حدا عنده الجنسيه بعد، وحتى لو تزوجوا يمكن بعد ما حصلوا على الجنسيه في عندكم شيء؟ اكيد أكيد في مناشدة من هيدا الموضوع، شو عم بيصير فيهم هون؟ أكيد في أحد الأشخاص، هلأ في أحد الأشخاص تواصل معي إنه هو مجوز وحدة أوكرانية وتواصل معي، بس هيدا الشخص طلع برات أوكرانيا يعني هن عم يجبروا اللي معه باسبور أوكراني، مش بيجبروا بس إنه لازم يروح على لازم يكون عم بده يحارب. نعم صح صح 100%. فكرمال هيك يعني أنا ما يعني العدد يمكن ما يكون كبير كطلاب، بعتقد العدد اكبر ممكن يكون كلبنانيه اكيد صاروا بعمر اكبر، لان 18 لل 65 مثل ما فهمت مجبورين. لا هو في 1800 طالب باوكرانيا و 4000 لبناني. نعم و 4000 لبناني كمان، يعني 4000 لبناني في 1800 منهم بس طلاب هودي والباقي جاليه لبنانيه هوني. بس الحمد لله نحن قد ايه العدد يلي عنده جنسيه صح؟ أو الباسبور مش معروف. لا لا بعد مش معروف، ما أبدا غير معروف يعني. أنا بس اقترحت فكرة إنشاء خليط أزمة بين موسكو كيف خاركوف ومالدوفيا لوباتشيفسكي رومانيا وبولندا، اقترحت هيدي الفكرة على مسؤول الانتشار يعني من تقريبا من 6 أيام، ودغري بدأت العمل فيها فورا. صرت أطلب من عندي كذا صديق بأوكرانيا، صرت أطلب منهم أنه يدخلوني على جروبات، يدخلوني على جروبات واحكي واطلب معلومات مين علقان مين عنده مشكله، حدا بده مصاري حدا بده اكل حدا بده اللي بدكم اياه بس ابعثوا لي على رقمي. والحمد لله انه لليوم صرنا جاليين رقم كثير كبير من اوكرانيا كطلاب، ولكن بعد في ناس علقانه، بعد في ناس منا عارفين عنا شيء، بنتواصل معهم ممكن ما عندهم ارسال ما بيردوا لانه ما عندهم ارسال. مثل ما بتعرفي انت الوضع باوكرانيا هلا شوي صعب لانه صارت على اخرها يعني الامر محسوم يعني. نحن بنطلب منهم نطلب من الطلاب وهن اخوتنا ونحن ما بنتركهم، نحن معهم للاخر يعني. نحن هدفنا الاساسي من هيدا العمل هو مساعده الطلاب وعدم تركهم في هذه الظروف والحمد لله. في مطالبة بشي دكتور لكل الأشخاص اللي حابين يساعدوا أكثر معكم يساهموا، في شي طلب معين بتحب تقوله قبل ما نختم لقائنا وأكيد تتوجه فيه لكل الشباب ونحن بنتوجه بدورنا لكل اللي حابين يحصلوا على رقمك يتصلوا فينا على الأو تي في؟ أكيد أكيد. أنا بدي أول شغلة بدي أشكر الأشخاص اللي كانت معي بخليط الأزمة لأنه عن جد برهنوا بهيدا الوقت وبالوقت الصعب يلي نحن فيه هلا بين موسكو واوكرانيا بين موسكو وكييف، برهنوا قد ايه هن انسانيه، قد ايه قلبهم كبير، قد ايه ممكن اللبناني على طول دائما ايده بايد اللبناني الثاني يعني ما مستحيل يترك خيه. والدليل على هيدا الشيء انه نحن قاعدين بموسكو الحمد لله الوضع عندنا مستتب وما في شيء، ولكن انه خفنا على اخوتنا وعلى رفقاتنا باوكرانيا وسعينا لنشتغلهم. والحمد لله الخلية نشحت ومثابرة بعملها مثابرة بشغلها لحتى يطلع آخر طالب من أوكرانيا. وأنا بطلب وبرجع بشدد إذا يعني أي طالب موجود بأوكرانيا أو أي أهل طالب موجود بأوكرانيا عم يتواصلوا مع ابنه يحكوا معي على رقمي وأنا بقدر ساعده وبقدر حوله
على حدود البولندية، على حدود الرومانية، وين ما هو، إذا هو موجود بمدينة مقطوع عنه التواصل، بنقدر نبعث له مساعدات، أو بنقدر نتواصل مع الصليب الأحمر الدولي وبنقدر نجليه من أوكرانيا، وعلى أمل تنتهي هيدي الحرب وتعود الأمور كلها بمكانها. إن شاء الله يا رب. ميرسي لك، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله دايما تكونوا متواجدين حد الشباب اللبنانية بحيال شيء هن بحاجة لإلهم، خاصة هلا بهالأزمة، إن شاء الله بتمروا على سلام. ميرسي لك. ميرسي. مشاهدينا رح نتوقف للحظات وبنرجع منكون مع آخر لقاء لليوم مع سحر.